عملية هذا اليوم هي عملية نوعية وتؤثر على مجرى الأمور في منطقة الشرق الأوسط. إذ أن مقتل القوات الأمريكية في هذه القاعدة سيؤدي إلى رد فعل من قبل القوات الأمريكية والتي اختلفت عن العمليات السابقة، لن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أن يتعرض جنودها إلى هذه العمليات. وهذه العملية تأتي يا سيدي تبع للإرهاصات التي انتشرت المنطقة وخاصة ما يجري في غزة وباب المندب شمال إسرائيل وجنوب لبنان، وبالتالي هذه العمليات متكاملة حقيقة ستؤدي هذه العملية إلى رد فعل أمريكي. أن كنا نتمنى أن يكون الرد الأمريكي يعني وقف حرب غزة وليس عمليات عسكرية في المنطقة، وقد يكون العراق الشقيق يعني قد تعافى من كثير من التبعات من الحروب السابقة، ولا نريد أن يزج العراق في هيك عمليات. لكن مع ذلك يا سيدي هذه العمليات تأتي هي ضمن ما تشهده المنطقة توتر ومن عمليات عسكرية، ولكن في الحقيقة أن هذه العملية كانت حقيقة ضربة باتجاه هذه القوات، نالت القوات الأمريكية سواء من القتل ومن الجرحى. السؤال يطرح نفسه، ما هو يعني رد الفعل الأمريكي؟ نعم. حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لديها بنك من المعلومات، سيتم تتبع الطائرات التي انطلقت من أماكنها ومن أطلقها، وبالتالي ستقوم بالرد باتجاه مراكز الثقل لهذه المنظومات سواء قادة أو رموز أو أماكن مثل هذه الصواريخ. نعم. ولكن يا سيدي ما أريد أن أقول أن منطقة الشرق الأوسط ومنذ فترة طويلة ظهر عدة فاعلين ويسمى على المستوى العالمي وفي مراكز الدراسات ما يسمى بالنستيت أكتر، هي منظمات أقل من الدولة لديها من السلاح والإمكانيات والموازنات والمعدات العسكرية التي تستطيع أن تعمل ضمن المشهد الإقليمي والمحلي.